السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، عدنا إليكم بفيديو جديد خاص بالمستوى الرابع والخامس والسادس. إذا أعيد وأذكر أن هذه الكراسة كيقراو فيها الرابع والخامس والسادس، وخا تشوفوا مكتوبة فيها السادس فقط، حيث سابقا كانوا كيديروا مكتوبة فيها الرابع والخامس والسادس العام اللي فات. دابا ولاو كل واحد كيكتبوا له النيفو ديالو فقط غير باش ما يتلفوش. أما راه كيقراو فيها ثلاثة المستويات، الرابع والخامس والسادس. اعتذر للمستوى الثالث والمستوى الثاني والاول، ما عنديش الكراسه ديالو. اذا خدمنا الصفحه 40 وخدمنا الصفحه 41، اليوم غادي نشوفوا الصفحه 42 بعنوان لو كور. لو كور هو الجسم. اذا كنحاول نخدم معكم هذه النصوص وكنزيد ناكد اكد عليها انكم خصكم تقراو هاد النصوص هادو، لان فيهم واحد الكلمات بسيطه جدا منها غادي تكتسبوا هادوك لي فوكابولير اولا تكتسبوا الكلمات باللغه الفرنسيه. هاد النصوص فيهم كلمات بسيطه والشرح ديالهم بسيط، غادي تفهموا، تقدر تحفظوا، تقدر تستعمل داك لي فخاز في الحياه ديالك اليوميه اولا داخل الفصل الدراسي. اللي ما عندوش هاد الكراسه يحاول انه يطبعها لوليداتو اذا كانوا وليداتو متعثرين، المصطلحات ديالها جد سهلة وبسيطة مقارنة مع اللغة الفرنسية ديال العام اللي فات. الوغ هنا جوست ديمو اللي خصهم يقراوهم، جو لي ديمو اوتيل يعني الكلمات اللي كتنفع، اوسي او موان سي il faut avant pour et en beaucoup comment quand avec pourquoi aujourd'hui hier demain mais chez. اذا هادو واحد الكلمات اللي كتستعملوهم في الحياة اليومية ديالنا، من الاحسن ان كل تلميذ يكونوا كيعرفون. الوغ نبداو على بركه الله، نديرو واحد الشرح بسيط لهاد النص هذا. الاسئله ماشي بزاف، ثلاثه الاسئله فقط، دغيا ندوزو عليهم. المهم هو ان التلميذ خصو يفهم النص، الا فهم النص كتفهم السؤال، فهموا السؤال نصف الجواب. الوغ جو في فو دوني ان كونساي، اذا غادي نعطيك واحد النصيحه. بور اتر فور et en bonne santé. باش تكون قوي وتكون في صحة جيدة. Il faut manger beaucoup de légumes et boire de l'eau. خصك تاكل بزاف ديال الخضر وتشرب بزاف ديال الماء. Il faut aussi pratiquer un sport de façon régulière. وخصك كذلك تلعب الرياضة، تبراتيكي الرياضة de façon régulière يعني ما تقطعهاش يعني ديما. faire des jeux et des activités en plein air et amusant et bénéfique pour la santé. اذا هنا قال لك خصك دير شي العاب او لا شي انشطه في الهواء الطلق ممتعه وكتكون مفيده للصحه. il faut se laver les mains avant de manger. اذا هنا خصك تغسل يديك قبل ما تاكل. et ne pas oublier de se brosser les dents وما تنساش انك تغسل سنيناتك au moins deux fois par jour على الاقل جوج مرات في النهار. il est aussi important de bien dormir la nuit وكذلك مهم انك تنعس مزيان في الليل. car علاش car هي علاش لحقاش notre corps a besoin de se reposer pour avoir beaucoup d'énergie. لحقاش الجسم ديالنا محتاج باش يرتاح من اجل يجدد الطاقه ديالو. صافي، اذا كنظن ان النص واضح جدا. دابا دوز الاسئله. pourquoi faut-il bien dormir la nuit؟ علاش خصني نعس بزاف، عفوا علاش خصني نعس في الليل؟ اذا علاش خصني نعس في الليل؟ car notre corps a besoin de se reposer pour avoir beaucoup d'énergie. اذا علاش لحقاش خصني لحقاش الجسم ديالي notre corps هاي. car notre corps a besoin de se reposer pour avoir beaucoup d'énergie. صافي، اذا الجسم ديالي خصو ينعس في الليل باش يرتاح ويجدد الطاقه ديالو. اذا هذه غادي تكتبوها هنا بلا ما نكتبها انا، حيت خصكم تكتبوها بهذه الطريقه هذه، ما تكتبوهاش ملصقه كيف ما كنكتب لكم انا. كيس كيل فو مونجي بور اتر اون بون سونتي، شنو خصني ناكل باش تكون الصحه ديالي جيده. il faut manger beaucoup ناكل بزاف. il faut être fort. il faut faire du sport. il faut manger des légumes.
إذا خصني ناكل الخضرة. صافي، الجواب الصحيح هو هذا الأخير. Question 3. Quand est-ce qu'il faut se laver les mains? إذا فوقاش خصني نغسل يديا اون بلان اير في الهواء الطلق دو فوا باغ جور، جوج مرات في النهار، سو بغوسي لي دون نغسل سنيناتي افون دو مونجي قبل ما ناكل. إذا خصني نغسل يديا افون دو مونجي، إذا قبل ما ناكل، هذا هو الجواب الصحيح. صافي، إذا وصلنا لنهاية الفيديو، أراكم في فيديو آخر إن شاء الله.